أنا أحمد نقاوة، سيدة متزوجة، عمري 46 سنة، عندي 6 أولاد وبنت من مدينة درعا. بس صارت الأحداث، حصل لنا الشرف وجينا على هالبلاد هاي، والحمد لله اللي صار بالبلاد هاي، يعني الفرص اللي صحت لي هون ما صحت لي بسوريا الصراحة. يعني الحمد لله يوم جينا لهون جينا بوضع، يعني بتعرف اللي طالع من بلد شو بيبقى وضعه، وضعه سيء جدا جدا. فوق يعني وضعي كان أني جوزي استشهد مع أولاده 2. أنا من النوع اللي بحب الخياطة وبحب تصميم الأزياء كثير. والله بعدين سمعت عن المركز هذا، فرحت كثير يوم قالوا إنه في كذا كذا بيعلم، وأنا من مونتي إني أتعلم الرسم، يعني شكلة مانتو البنطلون الجاكيت الرسم مونتي، قالوا بيعلم مركز الزكاة بيعلم الشغلات هاي. جيت لهون الحمد لله استقبلوني أحلى استقبال، شغلات بسيطة اللي أخيطها بالبيت، عبي شغلات بسيطة جدا، يعني شغلتي يعني شغلتها بس، مثلا التنانير البلاطين المانتوات ما هي خط أحمر، ما أقدرش أخيطها بني، ما بعرف شوية نهائيا، ما بعرف فين. يوم جيت لهم يعني مجرد داومت 2 الثالث كنت قاصة المانتو، يعني إني خلوني أحصل على حلمي إني أقص مانتو، استخدم مهاراتي إني وصلت لإني أصير مدرسة مجال الخياطة. إيه وصلت إني أصير مدرسة، في أحلى من إنه الواحد يصير مدرس، كان طالب صار مدرس، وفترة قياسية بسيطة جدا. يعني يوم قدمت على طلب بالبلدية، يعني أول شيء قالوا لي شو بتعرفي عن الخياطة، ما كنتش مترددة ولا كنت خايفة، مباشرة رسلت لهم الكورساج الأساسي، لأن يعني المركز هون اكتسبت كثير كثير، وأعطوني القوة وأعطوني الشجاعة وأعطوني الخبرة. بالعكس هاي المشاريع اللي كثير المجتمع بحاجة إليها، كثير كثير كثير، يعني ياما فتح المراكز اللي بهالشكل هذا فتحت بيوت، وهي المشاريع يعني اللي قايم عليها جد منتهى الذوق الفهم الأخلاق الحالات الإنسانية عندهم كثير، يعني ما بقنيش قادر أوصف اللي قايم على هيك دعم مشاريع. يعني أنا بين يمكن 1000-2000 وحدة بس استفادت من هالمشاريع، يعني اللي بعرفهم أنا، يعني بحدود شيء 1000 شخصية، مو عالي على المجتمع، ماني بعازني أروح أني أطلب من فلان أو أي إنسان مصاري، أني بشتغل وبطلع مصروفي مصروف أولادي، بطلع أجار بيتي من شغلي، الله يجزيهم كل خير، ويعني ولا أحلى من هيك مشروع، شكرا لهم، يعني لسان عاجز أني أشكرهم أكثر من هيك، أبني أني منتهى السعادة اللي تعرفت على هالمركز ها. بشكرهم كثير من كل قلبي، بتحسش بالسعادة اللي أنا فيها، بحس حالي سيدة بيت، سيدة مجتمع، صرت ما كنت إني بس إني لبيتي وولادي، صرت سيدة مجتمع.